قرارات مهمة ومفرحة للشعب العراقي وردتنا الآن. أقرأ عليكم قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم. مجلس الوزراء يعلن قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا. ومجلس الوزراء يعلن تشكيل فريق جهد خدمي وهندسي لغرض معالجة نقص الخدمات في المحافظات. ورئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني يؤكد مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي، والسوداني تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد. والسوداني يوجه بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها. والسوداني وجه الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل حكومات السابقة. والسوداني يقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. ومجلس الوزراء يقرر إلغاء جميع الأوامر الديوانية بعد 28 الأول 2021 لحكومة تصريف الأعمال. ومجلس الوزراء أقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم. ومجلس الوزراء يوجه الوزير المختص والمعنيين بإشغال المناصب الشاغرة إلى حين تسمية البدلاء أو تكليفهم أصوليا. ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يعلن أن مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل الذين يتجاوز عددهم 74,000. والسوداني يوجه الوزارات بإعداد موازنة 2023 وتحديد أولوياتها. وقال السوداني حريصون على تقديم الموازنة في